السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على الحديقة نتاع واد سمار اللي كان من المفروض افتتاحها بمناسبة عيد الاستقلال والشهبة في 5 جوليا، لكن تأجل المشروع تاع افتتاح الحديقة هذا إلى ربما إلى أول نوفمبر إن شاء الله. والحديقة هذه عندها بعض الخصوصيات، حيث أن فيها جانب تقني وهو استرجاع المياه الجوفية جاية تحت الحديقة، وكانت نتيجة لتلوث لأكثر من 30 أو 40 سنة نتاع الوقت اللي كانت فيه مفرغة عمومية، وتجمعت مياه ملوثة بما يسمى بالليكسيفيا. وهذاك اللي كان المياه الجوفية هذه، هنا تم إنشاء معدات بجانب الحديقة لاسترجاع كل هذه المياه اللي ما يتسمى بالفرنسية تسمى لوليكسيفيا، ويتم تنقيتها وإرجاعها إلى واد السمار. فيه جانب آخر من هذه الحديقة وكذلك استرجاع الغازات، غاز وخاصة غاز الميثان، وتم إنشاء محطة لمعالجة هذه الغازات وتحويلها إلى كهرباء، امتي ستاسيون ادريك ابريد لانتاج الكهرباء. وكان في من الاول مقرر احراقها بار دي زانسينيراتور لاحراق الغازات هذه بجانب الحديقه. اذا هذا الجزء التقني من المشروع هذا سوف نتكلم عليه في فيديو اخر يكون مفصل لكل جوانب نتاع الحديقه هذه، لاني خدمت في المشروع هذا لمدة 6 سنوات ونعرف مليح كل الجوانب التقنية تاع المشروع هذا. وحيث أن هذا المشروع هذا يعتبر ثالث في وقت الإنجاز تاعو، ثالث مشروع في العالم بعد محطة تاع تحويلات مفرغة ريو دي جانيرو، وهي أكبر مفرغة عمومية في العالم. ثم كان المشروع الثاني اللي تم القيام به في تركيا بإزمير، تحويل مفرغة عمومية تاع إزمير إلى باستعمال تقنية استرجاع الغاز واسترجاع المياه الجوفية الملوثة. وهذا ثالث مشروع تم في الجزائر العاصمة، وكنت أنايا أن أحصل لي الشرف أني عملت في هذا المشروع لمدة 6 سنوات، ويكون فيديو مفصل عن هذا المشروع هذا إن شاء الله في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. نخليكم مع هذا الفيديو، عن نهاية الفيديو هذا، والسلام عليكم.